ترامب يضرب من جديد والضحية هي هواوي، وسوق الأجهزة المحمولة بشكل عام، سوق الجوالات كلياتها هو الضحية. نفس الوقت زي ما كنتوا عارفين شو القصة، حأحكي على القصة من بدايتها إن شاء الله. شو التأثير الحقيقي لضربة ترامب الجديدة؟ فبدون أي تأثير اشتركوا بالقناة زي ما أنكم مشتركين. شكرا كثير لكل اللي اشتركوا معي بهالقناة واللي حيشتركوا، وأكيد أعطونا لايك إذا كنتوا على الفيسبوك متابعة أولا وإعجاب. وخلينا نبلش على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد. أبو عبيدة معكم على قناتكم بساطتك. سنة الماضي ترامب أعلن حظر كامل على كل هواوي، على كل التقنيات الأمريكية. هلا حتقول أندرويد أمريكي، ولكن أندرويد نظام مفتوح، يعني نظام مفتوح بشكل كامل، مفتوح المصدر، يعني أي شركة بإمكانها تستخدمه بدون ما ترجع نهائيا لشركة جوجل أو الحكومة الأمريكية. يعني القوانين الأمريكية ما بتصير نهائيا عنا انه بتمنع استخدام نستخدم نظام اندرويد، ولكن ما تبقى خدمات جوجل كشركة امريكية خدماتها حصرية بكل تأكيد، فممنوع منعا باتا تستخدم شركة هواوي. حتى تطورت الامور خلال السنة، شفنا يعني ازدياد الخناق او عم يزيد شدة الخناق على هواوي، حتى بلغ فيها الموضوع لرقاقات سوق الرقاقات، منعوا كل الشركات الامريكية موضوع المعالجات ARM انك تتعاون بشكل نهائي مع شركة هواوي. حتى صار يضغط على حلفاء الولايات المتحدة حتى ينفذوا كل القوانين هاي ويحظروا على هواوي. ورجع ترامب بدد هالحظر هذا لمدة سنة كاملة، يعني من اليوم بتاع الشهر الخامس للشهر الخامس سنة الجاية، وعلى الأغلب حيمددوا أكثر وأكثر. مدد هالحظر نهائيا خدمات جوجل كليا ما عاد تشتغل مع شركة هواوي. هلا في طرق ملتوية كتير، ولكن هواوي عم تحاربها من جهة والولايات المتحدة عم تحاربها من جهة ثانية. فهواوي معتبر هالحكي هذا انه عبارة عن تقليل من قيمتها بدون خدمات جوجل، فهي انشأت اب جاليري خاص فيها وعم تحاول تنشئ خدمات خاصة فيها. طبعا هواوي معها شيك مفتوح من الحكومة الصينية، يعني معها رصيد قد ما بدها مصاري، وهذا الشيء اتاح لها انه تقدر تتعامل مع كتير مطورين، تتعامل مع كتير شركات منافسة لجوجل، ولكن لحد الان خارج الصين ما في اي بديل لخدمات جوجل. فكان عن طريق تطبيقات البنوك، كان التطبيقات الأساسية مثل واتساب، جوجل درايف، يعني تقريبا جوجل مستحوذ على حياتنا بشكل كامل. بغض النظر كان معك آيفون أو كان معك جهاز أندرويد، جوجل مسيطر على حياتك بشكل كامل، كان عن طريق الخرائط، كان عن طريق جوجل درايف، إن كان متصفح كروم بشكل كامل، حياتك الرقمية كلها مرتبطة ارتباط وثيق بشركة جوجل. طبعا هذا إذا كنت خارج الصين، بينما داخل الصين أساسا خدمات جوجل كلها تبرع، يعني ممنوعة ومحظورة بشكل كامل، وهي خدمات الأمريكية كلها بشكل عام، يعني كان مواقع مايكروسوفت. فحاليا الحظر هذا اللي ممتد اللي عطاه ترامب يعني بشكل مباشر انه الميت 14 ميت 40 ما حيكون مع خدمات جوجل، وبنفس الوقت البي 50 السنة الجاية كمان ما حيكون مع خدمات جوجل، وعلى الأغلب ظل الوضع هيك. الميت 50 هواتف اونر اللي ما بيحفظ لها اسماء، أو 10X و10 وقصصها كلها كمان ما حتجي مع خدمات جوجل، ولا اي شيء من خدمات جوجل حتدخل عليها. في طرق غير شرعية ولكن ما نآمن ولا بشكل من الاشكال، يعني اليوم خبر انه جوجل عم تبيع البيانات، ولكن دائما جوجل تحت المحاسبة، جوجل تحت الرقابة الاوروبية اكثر من الامريكية، فهذا الحكي بيضل بيخليها تحت القانون، بينما الشركات الصينية بعيدة اكثر ما يمكن عن هذا الموضوع. إذا بنحكي لمحة صغيرة ليش السبب الأساسي، أول شيء إنهم تستخدم معالجات خاصة فيها. حتى سامسونج وقت تبيع السوق الأمريكي تستخدم معالجات سناب دراجون، تستخدم نظام جوجل، فتكون نوعا ما كلها محصورة بأمريكا. حتى شركات تانية كتير، شاومي وأوبو وشركات كتير صينية كلياتها، ون بلس مسموح تبيع أجهزتها كلياتها بالولايات المتحدة وما عليها أي حظر نهائيا، لأنه رضيت تستعمل المعالجات ورضيت ترضخ للقوانين الأمريكية مثل ما هي. بينما هواوي ما رضخت نهائيا، وحتى هلا عم تكافح اكثر واكثر، فخلت البوت لودر او الاقلاع للنظام يكون مقفول بشكل كامل. فكان قبل طرق سهله كثير نزلوا خدمات جوجل على اجهزه هواوي كلياتها بكل بساطه، بينما حاليا الامور زادت صعوبه، صار اكثر تعقيد، وكلها طرق من طرف ثالث، يعني ما بنصح فيها اي حدا نهائيا. فبالوقت الحالي اذا معك جهاز هواوي يعني حاول تبدله، واذا بدك ناوي تشتري جهاز هواوي جديد طبعا زي ما عليه خدمات جوجل حاول ما تشتري نهائيا بالوقت الحالي. يعني هي السنه كلياتها وسنة الجايه حاول تبعد او ما تحط هواوي ضمن الاولويات لك. في اجهزه صينيه كثير كمان ما بنصح فيها، ولكن في اجهزه صينيه كثير اذا حابب الشيء الصيني
وفي أجهزة سامسونج لكل الفئات نزلت بقوة وجدارة كبيرة كتير كبديل رسمي ورائع جدا لكل الأجهزة الموجودة في السوق، يعني أعطتك إمكانيات كبيرة وأسعار اقتصادية، لأن سامسونج ما حبت تطلع برا المنافسة ونزلت أجهزة بتنافس بشكل لا يضاهى باقي الأجهزة كلياتها. لأن ضمن الوقت الحالي ضمن الشيء اللي شايفينه خدمات جوجل ما حترجع أو احتمالية رجوعها على أجهزة هواوي احتمالية قليلة كتير كتير كتير. فما تخلي استثمارك بالجهاز او الهاتف يكون منقوص وما تخسر على كل شيء انت بدك اياه، كل شيء تستحقه بهاتف ذكي عم تستثمر فيه وتدفع مبلغ مانه قليل نهائيا. فهالمبلغ اللي عم تدفعه حاول تستثمر فيه بجهاز اقل ما يمكن خدمات جوجل كلها متوفرة عليه، ما حتعاني بمشاكل مع بياناتك على جوجل درايف او على الواتساب او الفيسبوك او اي شيء ثاني، لان الحظر الامريكي حظر فعلي 100%. هو بنفس الوقت عم تحاول تبني البنية الرقمية تحت او البنية التحتية الاساسية لها، ولكن حاليا ما نتطور النضوج خدمات جوجل، ما في تعاون باقي التطبيقات معه، ولكن بالمستقبل اذا كان صار شيء يحمس لهالشيء او يصير حتى يعني الرئيس التنفيذي لها رئيس شركة هواوي قال بدهم 3200 سنة وما بعرف قديش لحتى يطوروا نظاما خاص. فيعني هو من باب الضحك او من باب الفكاهة ما بعرف كيف حكاها، ولكن خبر رسمي قال بدهم اعوام كثير كثير لحتى يطوروا نظام التشغيل الخاص فيهم، وما عن حق. فكلياتها بنعرف الواجهة او اليو اي الخاصة فيهم كلياتها ما في اي سلاسة، فما بالك يعني ما في اي شيء فني، فما بالك بنظام تشغيلي كامل. هاي رسالة صغيرة حبيت اوصلكم اياها بالفيديو هذا. اجهزة هواوي حاليا ما تحتضن من خياراتك لا تابلت ولا هاتف نهائيا. كان اجهزة لابتوب تدعم الويندوز يعني هتشتري منفصل، اما ما تبقى كجوالات على اندرويد ما بنصحك نهائيا مهما قدمت لك خدمات من كاميرات في اجهزه كتير مناسبه لها بالسوق. فنصيحه استثمر فلوسك مزبوط، استثمر المبلغ اللي حتدفعه بشيء يدوم معك بشكل دائم وخدمات جوجل تكون موجوده عليه. واهم شيء ما تنسوا الاشتراك بالقناه ولايك الفيديو كل تاكيد. وبالنهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.